لا حد يفكر يقول انا راحت علي السنه، لان هذا الكلام جاي يتروج له. الاستاذ موجود في اي لحظه ترجعون عندنا حلول لك. ما اريد اختصر حياتك ولا اريد اختصر مستقبلك ولا دراستك. الدراسه مقبوله لك ان شاء الله. اعيش ان انا مو بس للتاسع، ل 12 بالليل، ل 3 بالليل، وانا قايلها للطلاب في حال اخدمك حتى لا تخسر السنه، لان اكو اذاعات جدد مواقع الدراسه الاجتماعي السنه انتهت عليك، بعد ما تقدر تكمل، بعد المن والمن. لا هذا كلام مو صحيح. الدراسه مقبوله لك، في اي لحظه ترجع انا عندي الحل لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. طبعا استمعتم إلى حديث الأستاذ الجامعي الذي شاهدتموه قبل قليل بالمقطع، وسنعيد بعد قليل عرض هذا المشهد مرة أخرى لكي تصل الرسالة التي تحاول السلطة في بغداد بأن تشوهها، وهي قضية السنة الدراسية التي ستذهب ولن يستطيع طلبة الجامعات والمدارس أن يقوموا بمواكبة العام الدراسي وبمواكبة دراستهم، رغم الأسئلة التي نضعها الآن في هذه النقطة، وهي ما الذي قدمه التعليم بعد الاحتلال بالنسبة للعراقيين الطلبة، وهل العراق مؤهل أصلا لكي نتحدث عن قطاعه العلمي خاصة بعد خروجه من التصنيفات العالمية لجودة التعليم؟ هل العراق بلد مؤهل لكي نتحدث فيه عن جودة التعليم وجودة الدراسة؟ هل ما سيمضي على الطلبة الجامعيين أو طلبة المدارس في ظل الوضع التعليمي المنهار في العراق، هل ما سيمضي عليهم هو شيء ذو أهمية خاصة في ظل هذا الفساد وفي ظل هذه المحسوبية وفي ظل غياب الكوادر التدريسية والمدارس الطينية وغيرها من هذه الأمور التي أفشلت القطاع التعليمي العراقي؟ طبعا هنا مشاهدينا الكرام، لجنة التعليم العالي النيابية حذرت مما سمته بانتكاسة جديدة للجامعات العراقية، وأكدت رفضها لأي عقوبات تفرض ضد الطلبة، داعية إلى ضرورة دعم التظاهر السلمي. طبعا اللجنة في بيان قالت إن التظاهر السلمي لكل شرائح المجتمع العراقي ومنهم طلبة الجامعات حق مكفول، ومن غير المقبول استخدام أي ضغوطات أو تجاوزات أو اعتداءات أو حتى فرض عقوبات بحق الطلبة في أي جامعة عراقية. طبعا ليس فقط في الجامعات، في المدارس حتى تابعنا في بعض المحافظات هناك عملية احتجاز من قبل بعض الكوادر التدريسية، من قبل مدراء بعض المدارس أو حتى أساتذة بعض الجامعات، في حبس الطلبة ومحاولة وضعهم في مكان كأنه معتقل أو سجن في سبيل منعهم من الخروج والتظاهر. الأستاذ الجامعي الذي شاهدناه قبل قليل رد بشكل يحتاجه المتظاهرون، يحتاجه الطلبة حقيقة لطمأنتهم، لبث الراحة في نفوسهم أن هذه الثورة ستأتي بثمارها ولن يضيع العام الدراسي، حتى وإن ضاع سيكون هناك طرق ومساعدات من قبل الأساتذة المخلصين حقيقة لبلدهم ولحاجة بلدهم إليهم في مساعدة الطلبة على إكمال مشوارهم العلمي. أود صراحة أن أشاهد مع حضراتكم مرة أخرى هذا الأستاذ الجامعي الذي تحدث وطمأن الطلبة بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة، فلنشاهد. لا حد يفكر يقول أنا راحت علي السنة، لأن هذا الكلام جاي يتروج له. الأستاذ موجود في أي لحظة ترجعون عندنا حلول لك. ما أريد أختصر حياتك ولا أريد أختصر مستقبلك ولا دراستك. الدراسة مقبولة لك إن شاء الله. أعيش إن أنا مو بس للتاسع، ل 12 بالليل، ل 3 بالليل، وانا قايلها للطلاب في حال اخدمك حتى لا تخسر السنه، لان اكو اذاعات جدد مواقع الدراسه الاجتماعي السنه انتهت عليك، بعد ما تقدر تكمل، بعد المن والمن. لا هذا كلام مو صحيح. الدراسه مقبوله لك، في اي لحظه ترجع انا عندي الحل لك. حقيقه كلام في غايه
الروعة حقيقة إذا يمكن أن يوصف من قبل أستاذ جامعي يطمئن الطلبة بهذه الطريقة ويشجعهم على المضي في هذه الثورة وفي مظاهراتهم حتى إسقاط النظام وإنهاء حكم هذه الأحزاب الفاسدة كما يصفها المتظاهرون. هذا ما تحتاج إليه ثورة تشرين، ليس ما يروج له من قبل السياسيين ومن قبل الجيوش الإلكترونية أو الذباب الإلكتروني هكذا يوصف طبعا محليا، الذين يقومون بالترويج لفكرة أن الطالب سيضيع عليه العام الدراسي وسيفشل في إكمال مرحلته العلمية في بلد أصلا يعني منهار به القطاع التعليمي بشكل عام، إن كان على مستوى التربية والتعليم أو التعليم العالي. طبعا هناك موضوع آخر يروج له الآن وتحذر منه لجنة التظاهرات، اللجنة المنظمة لثورة تشرين، وهو موضوع الأقاليم حقيقة. هذا الموضوع الذي طالما تلعب عليه بعض الشخصيات وبعض الأطراف من أجل إثارته، لإثارة النزعة الطائفية ولإثارة الانقسام في صفوف المجتمع الذي توحد وهو متوحد منذ البداية، لكن ثورة تشرين وضعت صورة جديدة من توحد المجتمع واتحاده أمام هذه المحاولات لإثارة النعرات الطائفية وأفكار الانقسام وتقسيم البلد بشكل عام. سنأتي بعد قليل للحديث أكثر عن هذا البيان الذي خرج من اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، لكن بداية حقيقة أود أن أشاهد مع حضراتكم اعتداءات مستمرة على المتظاهرين في مدينة الكوت بمحافظة واسط، فلنشاهد. هناك مناشدات كثيرة مشاهدينا الكرام تأتي لشيوخ العشائر، للوجهاء، لزعماء القبائل في العراق أن يدخلوا ليساندوا الثورة التي تحتاجهم الآن وبشدة، تحتاج إلى موقفهم، إلى قرارهم، إلى كلمتهم، طالما لأن كان العراق طبعا العراق بلد قبلي والعشيرة لها تأثير كبير في المجتمع، وبالتالي المطالبات المستمرة أو الدعوات المستمرة لدخول شيوخ العشائر إلى خط التظاهرات ودعم المتظاهرين هو ما هو مرجو حقيقة، لكن هذا لا يمنع أن هناك من المنتفعين، أن هناك من يفضلون المصالح الشخصية على المصلحة العامة ومصلحة البلد، أن يكونوا من ما يسمون بشيوخ العشائر. دعونا نشاهد هذا المشهد والمقطع لطالبات إحدى الثانويات بقضاء العزيزية في محافظة واسط، وقيام أحد شيوخ العشائر المؤيدين للنظام بالاعتداء عليهن بالضرب بسبب خروجهن بتظاهرات تضامنية مع ثورة تشرين ومطالبتهن بإسقاط النظام، فنشاهد. يعني مشاهدينا الكرام، بالعرف العشائري في العراق القبلي والمجتمعي، موضوع أن يتم الاعتداء على امرأة هي حقيقة يعني عيبة كبيرة في العرف العراقي المجتمعي العشائري خاصة، وحقيقة تثار عليها الكثير من المشاكل إذا حدثت، لكن أن يحدث أن يعتدي إذا كان هذا الشيخ عشيرة كما شاهدنا، يعني يعتدي بهذه الطريقة على طالبات، على متظاهرات، على عراقيات يطالبنا بحقهن في الحصول على وطن، بحقهن في المطالبة برحيل نظام فاسد لم يقدم للعراقيين أي شيء، حقيقة يعني نحتاج إلى توضيح من شيوخ العشائر العراقية حول هذه المشاهد التي نراها، ليست فقط من هذا الشخص بل حتى من
بعض الكوادر التعليمية، إن كنا نتحدث هنا عن مدرسين، عن مدراء مدارس، عن أساتذة جامعات، وشاهدنا هذا المشهد حقيقة في كثير من المحافظات العراقية، أن يتم الاعتداء على فتيات، على طالبات متظاهرات. طبعا هو فكرة الاعتداء هي مرفوضة جملة وتفصيلا على الجميع، لكن نخص هنا النساء العراقيات أو الفتيات العراقيات التي يتعرضن للضرب والإهانة بهذه الطريقة من قبل شيوخ عشائر أو حتى أفراد كانوا بالأمن أو بالكوادر التعليمية والتدريسية أثناء عملهن وغيرها من هذه الأمور. معنا الآن السيد أبو عمر من بغداد، تفضل حياك الله. حياك الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حيا الله قناة الرافدين وحيا الله مشاهديها. أهلا وسهلا. بالنسبة للتظاهرات اللي قاعد يظاهرون طلبتنا وجامعات وكليات بغداد اللي قاعدين متواصلين بتظاهرنا مع ثوار العراق في كافة الساحات في بغداد والمحافظات اللي جاي يواصلون شعبنا، هي من نجاح الثورة والظلم اللي شاف الشعب العراقي إذا كان طلبة وإذا كانوا ناس يعني ليس لهم لا طلاب، ناس يعني نقدر نقول عليهم يريدون الحياة أن يريدون أن يعيشون. فهي التظاهرات خرجت من أجل بناء وطن جديد ومستقبل جديد للطلبة وكافة شرائح المجتمع العراقي. لكن هذه المظاهرات اللي قاعدنا نشوفها في بغداد والمظاهرات تلاقي قمع من قبل الأحزاب السلطة اللي موجودة في الحكومة العراقية، ما تسمى الحكومة العراقية وهي مجموعة أحزاب يسمون بهم الحكومة العراقية. للأسف لا ليس يكون أي رد من أي جهة يعني من جهة الدولة ترد هذه الأحزاب اللي كيف جاي تقمع المظاهرين الطلبة السلميين. الطلبة السلميين في بغداد والمحافظات كافتها. لكن يعني هذول الأحزاب اللي موجودة يا سيدي العزيز يعني دي يخبطون في وضعهم، ما دي يعرفون ايش دي يسوون لنفسهم. هذه الأمور اللي قاعدة تعكس على صورة أخلاقهم وتثبت للوطن وللشعب العراقي مدى وحشية هذه الأحزاب على الشعب العراقي. الآن عندنا طلبة الموجودين قاعدين في محافظة الكوت، نشوف كيف يعني جاي مضربون يعني سواء بالسكاكين أو الصلصات. هل من معتقد في العالم كله أنه طالب يطلع يظاهر يطالب بحقه أو من بعد خروج اكتمال المراحل الدراسية ومرحلة الكلية يريد يتعين وشاف اللي قبله كيف اجتمعوا وكيف اعتقلتهم القوات وكيف فرقتهم هذه القوات من الطلاب؟ الآن الطالب دام يريد يطلع يشوف حقه. الأحزاب ما جاي تخليه ولا جاي تخليه يظاهر صوته وشيري. هذول ناس يا أخي معدومين الأخلاق والقيم، ما عندهم لا عندهم مفهومة بالحياة، لا عندهم. هذول من الأحزاب اللي موجودة كل يعني أمور الحياة يعني اللي الإنسانية راضيها، فهذول يتعاملون بالوحشية للشعب العراقي. ومهما كانت وحشيتهم إن شاء الله بوجود هذه الثوار والطلبة إن شاء الله ناطقة على هذه الأحزاب، وإن شاء الله سوف تزال بقوة وأصوات الشعب العراقي مهما كانت الاعتقالات والاختيالات اللي موجودة قاعد تصير. هم هذا اللي بيصير بهم إن شاء الله، الانهيار اللي قاعد يوصل بهم والضعف اللي قاعد يصير بهم. فإن شاء الله هاي الأحزاب سوف تزال. هذه الأشياء اللي قاعد يسوها من الفشل اللي قاعد يصير من الضعف اللي صار اللي بيهم الشعب العراقي شافوه أمامهم أصبح الناس أضعف ما يكون هم الآن في الوضع الحالي. فإذا كان الوضع الحالي اللي موجود عندنا إن شاء الله ما اللي نشوفه عندهم هذا ما يخوف لا مظاهرين ولا طالبات طلابنا من الكلية لا طلاب الإعدادية، هذا ما يخوفهم، بالعكس راح يزيدهم إصرار وقوة لوصول التظاهرات لساحات التظاهر، وما راح يمنحهم أبدا أبدا أنه يرجعون لبيوتهم أو يرجعون للدوام. هسه عندنا في بغداد ومحافظاتنا يعني إضراب تام عن الدوام الرسمي.
يعني ماكو عندنا دوام. الطلبه قامت تخرج من صباح الباكر ولحتى الساعه الواحده في ساحات التظاهر في بغداد وكافه المحافظات. وضحت الفكره ابو عمر، انا اشكرك، اعتذر منك، لدينا متصلين ينتظرون. شكرا لك ابو عمر، كنت معنا من بغداد. معنا السيده رندا من كندا، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك استاذ محمد؟ اهلا وسهلا، تفضلي. طبعا بس المظاهرات الطلبه البارحه لما راحوا قدام وزاره التعليم العالي وطلعوا لهم الاحزاب والميليشيات ياخذوهم والشباب كلها رايحه تفتلت عند العالم، وين صايره؟ هم خلاص هم عرفوا انه الاحزاب وعرفوا ان الميليشيات هي اللي تسويها، يعني الحكومه شنو منتظره؟ يعني اذا عندنا حكومه المفروض اكو حكومه وتحاسب هاي المرتزقه. يعني هم البارحه اللي راحوا ويضربون بيهم، اذا هم طلبه شنو عندهم؟ هم هذول مسلحين؟ هم هذول مخربين؟ يعني وصلت بيهم انه حتى على الطلبه هسه المتظاهرين عرفنا مندسين وامريكان وجوكريه على قولتهم، اذا هذول طلبه واقفين قدام وزاره التعليم العالي، شنو هذا الاجرام اللي هم بيه؟ يعني هسه يعني انه لحد وين بعد يكتلون بالعالم وهم قاعدين ينتظرون يردون يرجعون عادل عبد المهدي وغير عادل عبد المهدي؟ يعني احنا ايش سوينا؟ المن طلعوا مظاهرين الشباب؟ نعم يعني اجرام واستهتار بالعالم، واللي يحكي صوت الحق راسا ينكتل مثل الاعلامي احمد. نعم. والمصور صفاء يعني كلش بينت، والمشكلة ماكو رجال. سيدة رندا، يعني ماكو خير. دي حذرون اللي بالسلطة من ضياع العام الدراسي على الطلبة، وسيدخل الطالب العراقي بمرحلة مظلمة لأنه بسبب الإضراب عن الدوام دي يضيع عليه العام الدراسي. احنا نسأل، هل قطاع التعليم في العراق مؤهل أصلا ليكون قطاع ينتج أجيال أو يخرج أجيال لديها من المكسب العلمي اللي يكفيها انه هي تبني هذا البلد؟ يعني العراق اخر تصنيف له خارج من جوده التصنيف في مؤتمر دافوس اللي قيم الدول من ناحيه جوده التعليم. طيب العراق برا التصنيف اصلا، غير مصنف، لا اول القائمه ولا ذيل القائمه، هو خارج القائمه. اللي دي يطبلون او اللي دي حاليا دي يثيرون الموضوع على ازمه تعطل قطاع التعليم، هم مش مستفادين؟ البلد مش مستفاد اصلا من قطاع التعليم المنهار الان في العراق؟ هم شباب ما عارفين، هم شباب اللي صارها اضراب من 11 لحد هسه ما يداومون، هم عارفين اصلا هي حتى لو ضع سنه عليهم هي ماكو نتيجه. يعني هسه هم اذا ظلوا مداومين هي هاي، هو هذا تعليم؟ هو هاي دراسه؟ هاي تطلع اجيال؟ والله بالنسبه لي يعني ما علي اراء العالم، بالنسبه لي لو ضع سنه اشرف نبني دوله ونبني وزاره تعليم ونبني تعليم ونبني شباب اللي هسه هذا الجيل اللي طالع. لا. احسن ما اضل انا اداوم وكلها فشل فشل. اي مدرسه مقعدين اربع طلاب برحله؟ وين رجعونا؟ اوكي زمان صدام طاغيه وكل الضيم شفناه بزمان صدام، بس على الاقل كانت دول عربيه تجي تدرس عندنا. كان الفلسطينيين والمصريين كان وايد دول تجي تدرس بالعراق، لان كانت الدراسه صحيحه، دراسه صحيحيه، مو مثل هسه كلها فشله، وقاعدين هسه يقولون للطلاب ليش ما تداومون؟ على اي فشل؟ بفلوس وتخلون الطلاب يمشون وقتهم؟ نعم. شنو واللي تخرج شنو حصل؟ هذول المهندسين والدكاتره والها كلهم متخرجين شنو حصلوا؟ نعم. كلهم قاعدين بالساحات تظاهر. حكومه فاشله والدوله كلها لازم تتغير من الاساس، يعني تنبني من جديد. شكرا لك يا رندا، كنت معنا من كندا، اشكرك للمشاركه. لدينا بعض الرسائل مشاهدينا الكرام نود أن نقرأها لحضراتكم. رسالة من السيد أبو حاتم من الموصل يقول: تحية طيبة لك أستاذ محمد المحترم ولكادر قناة الرافدين والمشاهدين الكرام. الصبر والثبات من الله للمتظاهرين والثوار النجباء قرة جباه العراقيين، والرحمة والخلود للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والخزي والعار لسوق الخضراء ومن فيها، الاحتلال الأمريكي وأعوانه من العالم. يقول: الله أخزى أمريكا وإيران على أرض الصبر والجهاد والثبات، والله ناصر المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك سيد أبو حاتم. من معنا الآن؟
السيدة أم ثائر من الفلوجة، تفضلي. والله يا وليدي على هالظلم هذا وعلى ولدنا المعتقلين وشفنا الظلم وعلى هالحالة التعبانة هاي وهالحكومة الظالمة. الله يحفظكم إن شاء الله والله يرعاكم. سيدة أم ثائر، عندك قضية معينة يعني ممكن تحكين بما أنه حضرتك تتكلمين عن موضوع المعتقلين؟ أي والله عندي ولد معتقلين. نعم. شنو قصتك يا أم ثائر؟ خليني أسمع قصتك. أي والله انظلمنا من قرايبنا، الظلمون نظر. أم ثائر. نعم. حجية بس نص صوت التلفزيون أول شيء حتى نتكلم. نعم. شنو مشكلتك يا أم ثائر؟ شنو قضيتك؟ منو عندكم معتقل وليش اعتقل؟ والله اعتقل ان ظلمنا ظلم. والله يا يابا ظلمنا ظلم. اول شيء واحد من ودي هو وعمامه مشاكل. نعم. وواحد هو ونسيبه، نسيبه المراوي. احنا ظلمنا من ضمن هذول. طيب ام ثائر، الله وكيلك، دايحين قاعدين بهيكل هسه بالفندوجه. نعم. يعني بالضبط حالنا ما ترانا. كان الله بالعون أم ثائر، شكرا لك للمشاركة، كان الله بالعون. من معنا الآن؟ السيد محمد من بريطانيا، تفضل. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الفاضل، إحنا اللوم النظام السابق مهما كان العنصرية. نعم نعم، ويا المظاهرات، أنا حدبج لك إياها ويا المظاهرات. أنا ما حكيت. النظام السابق أحسن ما سواه، احسن شيء سوى عزيزي. بس اسمعني استاذ محمد، اسمعني تفضل. اذا امكن اسمعني دقيقه، اذا امكن، اذا انت تقاطعني ما راح استمر معك بالكلام. ما حكيت يا اخي، تفضل. النظام السابق اللومه صح، حدثة اخطاء، بس دعم الصناعه، دعم التعليم، دعم الصحه، دعم اشياء هي اساس البلد. هذولي ال 16 سنه اللي اجوا بيها دمروا الطين بلة، زادوا الطين بلة على مود أنت تتجه إلى دول هم كانوا عايشين بها وتصير أنت ذليل عندهم هناك. أخي شوف، أنت إحنا عايشين ببريطانيا، البلد تقوم بالتعليم والصناعة والزراعة. أين هم العلماء مالتك؟ جيب لي عالم هسه بقى عندك عراقي. جيب لي جراح، جيب لي طبيب، جيب لي أي شخص بقى بالعراق. من بقى؟ بس الجهل والتخلف. أخي الجهل والتخلف صار عندك 60%. انت عندك نسبة التخلف صارت في العراق. في اي نظام كان النظام العراقي، النظام التعليمي تشهد به اليونسكو؟ النظام السابق دعم اشياء، ولكن انا ما له علاقة. هذا بحثي هسه، يقول لك هذا بحثي. اي خلينا هسه يسمع، يقول لك هذا بحثي. أي. بس العين بالعين والسن والسن، والبادي اظلم، ذولي ظلمة والبلد. اخي 16 سنة انت سويت، قدمت لي على مود اني اليوم النظام السابق جيب لي فتشي انت قدمته الي على مود اقول يابا صح، يابا النظام السابق دكتاتوري، النظام السابق كذا، النظام انت زدت الطين بلة الي. اني لباقع النظام السابق، التعليم والصحة والصناعة اني اشرف لي بدل ما اروح الدول الجوار. خلاص النظام السابق له ما له وعليه ما عليه، وخلص انتهى وقته. يعني احنا لما اجى الاحتلال الامريكي وجاء بهؤلاء، جاءوا بوعود الديمقراطية وبوعود الرفاهية، ويطلع همام حمودي نائب رئيس البرلمان يقول لا دولة مثلكم ايها العراقيون. لما العراقي يسمع هاي الشعارات ويسمع نور المالكي يتحدث عن انجازات حزب الدعوة بالعراق ويباوع على الارض، يلقى نفسه إذا بدنا نتكلم على المدارس، يلقى نفسه بمدارس طينية أو ماكو بنية تحتية، لا كهرباء، لا مي، غيرها من المصائب والمشاكل التي يعاني منها العراق. طيب يعني بعيدا عن موضوع النظام السابق، لماذا لم يقدم من جاءوا للعراق أفضل؟ لماذا لم يحسنوا الوضع؟ ما الذي منعهم؟ يعني مو عندهم فلوس كان، وعندهم سلطة وعندهم قوة، ليش ما بنوا؟ مرتبطين بدول الجوار، دول الجوار تقول له سوي كذا كذا، ما تسوي انت باكر تقتال او انقلاب عليك. كما حدثت في زمن اياد علاوي. طيب. اياد علاوي صار في الانتخابات، اجى من ذاك الخبر علاوي ما يصير. صح لو لا؟ يعني هذا الوزير مشهود به، يعني اجى
شكرا لك يا محمد، كنت معنا من بريطانيا، وضحت الفكرة. أبو محمد من بغداد تفضل. أبو محمد السلام عليكم، شلونك أستاذ؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أستاذ محمد؟ زين أهلا وسهلا. الحمد لله، الحمد لله بخير، الله يسلمك. ولو إحنا بالعراق ماكو زين بالعراق، كله مشاكل وطلايب، هذول العتاقة لزموا البلد. أكو مدارس هسه بالعراق؟ ماكو مدارس. يقول لك أنا عشة عاب وعشة دريس، إذا أنا باشر عقبة أدور تعيين ما ألقى. هسه أكو مهندسين ده يبيع مخضر، صحيح. عنده شهادة. صحيح. زين يقول لك أنا عشة دريس، شافوا الدراسة ما بيها فائدة. فأنا أقول لهم الطلاب وأشد على ديهم كل الطلبة أن يتركون المدارس. ماكو مدارس في العراق. ما زول هاي الفئة اللي تحكمك، اللي جابوهم الأمريكان من الشوارع. اللي كان يبيع كبة، واللي كان يبيع سباح، واللي كان يبيع يدور عتيق، جابوهم وخلوهم. صار رئيس جمهورية وصار وزير فخامة الرئيس وفخامة رئيس وزراء. زين بشرفك هذا كان يحلم يصير موظف بدائرة كالناس، يحلم صار وزير. زين هذا بشرفك هذا بعد يعني دائما يسمونه فخامة وفخامة. زين هذا شلون بعد اكو 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 دراسة يعني يعيش وياه؟ ماكو واحد مهندس يجي يعيش ويا ناس بالشوارع كانت سايبة. ابو محمد انا اشكرك، كنت معنا من بغداد. مشاهدينا الكرام، نود الان ان نذهب الى فاصل قصير ومن بعده نعود للحديث عن الترويج لأقاليم طائفية من قبل سياسيين في السلطة وبعض المطبلين للأسف الشديد. ما جاي يشوفون قائد دفع الشرطة عن المتظاهرين باتجاه ساحة الاعتصام، هذه الشرطة هاي قدامكم، دفعهم على مود ساعة الاعتصام. هاي قدامكم يردون، هذه كلها أحزاب، ثلاثة أرباع أحزاب جاي يشوفون قدامكم مقنعين وما نعرفهم شرطة لو مو شرطة. هو القائد دفعهم على ساحة الاعتصام. القائد يقول القائد قال مو تلعبون انتم، هذا لعبنا. القائد دفعهم على ساعة الاعتصام مثل ما جاي يشوفون قدامكم، والمتظاهرين منا الشغب ومنا قوات ما نعرفها. جماعتك كلهم مجوني، ناس ملثمة على ساعة الاعتصام، وهاي المتظاهرين حاولوا يرجعونهم بالقوة. القائد أكيد هو اللي سوى الفتنة، والله القائد هو اللي سوى الفتنة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج صوتكم. بإمكانكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين. مشاهدينا، طبعا في الجزء الثاني من هذه الحلقة سنتحدث عن الأقاليم الطائفية التي يروج لها سياسيون في مجلس النواب، طبعا على رأسهم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين
قالت إن هناك اجتماعات سرية لبعض القيادات السياسية في مجلس النواب وعلى رأسهم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لتنفيذ مخططات لتحويل العراق إلى أقاليم طائفية. اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين أضافت أن العراقيين يرفضون الدعوات الخبيثة لتقسيم العراق، حيث أن الشعب العراقي رفض مخطط التقسيم سابقا ويؤكد على رفضه الآن رفضا قاطعا، مشيرا إلى أن ثورة تشرين قبرت الطائفية التي جاءت بها العملية السياسية الفاسدة في ساحة التحرير والميادين الأخرى في بغداد والمحافظات، والتقسيم جزء منها. أفادت اللجنة أن الشباب المنتفض الذي ضحى بأكثر من 500 شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى والمئات من المغيبين قسرا لن يسمح لأي جهة كانت من تنفيذ مخطط التقسيم المشبوه في الوقت الذي يسعى فيه الشعب إلى إسقاط نظام المحاصصة الطائفية في البلاد. أهداف ثورة تشرين أو من منجزات هذه الثورة أنها وحدت الشعب بطريقة قضت على مفهوم الطائفية بشكل يعني فاجأ حتى من في السلطة الذين كانوا يلعبون على هذا الوتر منذ أول يوم للاحتلال، وحتى أبهرت العالم حقيقة بهذا الترابط وهذا التوحد الذي حصل من جميع أطياف ومكونات الشعب العراقي. شاهدنا الأقليات في العراق كيف شاركت في ثورة تشرين، كيف أوقفت احتفالاتها بأعيادها، كيف ساهمت بدعم المظاهرات، شاهدنا كيف توجهت قوافل المساعدات الغذائية والملابس أو الثياب من مدينة الفلوجة إلى ساحة التحرير وسط بغداد ومن المحافظات الغربية التي شهدت دمارا من هذه الحكومة على يد هذه الحكومة وميليشياتها، ساهمت بما تملك بدعم هذه الثورة، وخرج طلبتها وخرج أبناؤها في تظاهرات قدر ما استطاعوا في ظل التضييق المستمر عليهم. الآن هذه الفكرة يروج لها أو يعاد الترويج لها مرة أخرى، لأنه طالما طرح هذا الموضوع سابقا هي مرفوضة جملة وتفصيلا، لكن للأسف هناك من هو موهوم بهذه الفكرة ويحاول أيضا أن يروج لها على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه رسالة من العراقيين أن هذه أفكار مرفوضة، هذه أفكار هدامة، هذه أفكار تقسم ولا تجمع المجتمع. معنا الآن السيد أبو حيدر من لندن، تفضل أبو حيدر. السيد أبو حيدر من لندن، هل تسمعني؟ فقدنا الاتصال مع السيد أبو حيدر. السيد أم عمر من السويد، تفضلي. مرحبا، أهلا وسهلا، تحية للقناة الرافدين والعاملين والشعب اللي دي يستمع إليه. أهلا وسهلا أستاذ الجامع اللي ظهر قبل لحظات. نعم. عشان أيدي طي هاي الحكومة يا يوم كانت مهتمة بالطلبة، لو مهتمة بالطلبة راح لمن زودت المدارس. نعم. الخريج يخلص سوونا جيش من العاطلين. ما هيئت لهم وظائف؟ وين كنا؟ الخريج أول ما يتخرج يتعين، ما يتعين يروح يكمل دراسة. والله كنا يا ما نمزق أوامر البعثات، ما يريد كندا يريد أمريكا، ما يريد أمريكا يريد لندن، ما يريد لندن يريد ألمانيا. كنا بزمن الخير وطلابنا كلهم أذكياء وهسه بارزين نفسهم بألمانيا، بألمانيا بأمريكا بهاي يدرسون يصيرون، بس هم ما يردون. هذول جو يدقم على الشعب العراقي، هم وربعهم إيران. هسه عمي روحوا لإيران، هسه أنا أحب هذا البلد أروح عنه. هل تحتضنكم هسه يا أخي من سنك ودينك مطلعة وحكة ودي يقولون كنا بإيران هيك وهيك تسوي بينا، يشبهون جوازاتنا بينطونا الجوع كتلهم يموجيتوا لهبتوا خيرات البلد تأذون شعبه. هذا أبو قائد شرطة الكود الهجم على الميليشيات، هجمت على هذا المتظاهر وعلى خشم. ليش؟ مو حرام عليكم؟ ما تخاف ربك؟ اعتبره ابنك؟ وش دا يسوي هو؟ شايل سلاح؟ لكن هم جبناء وهذا فعل الجبر. خافون من الشعب العراقي، والله ينصرهم لأن توحدوا، وإن شاء الله يظلون بهذا الطريق
لأن ما يهم تروح عليهم سنة سنتين، هو أول وتالي راح يبعد ياخذ مصروفه من أهله إذا كانوا أهله متبكين. حرام، أنا مثل ما أريد الأبن مستقبل أريد الغيري، وولدهم عايشين هنا نشوفهم بالخارج وخادين ولد الخايبة يتحصرون عدنا. نعم ما أعرف شلون راح يلاقون الرب الكريم. أم عمر أنا أشكرك سيدة أم عمر، شكرا جزيلا وضحت الفكرة. كنت معنا من السويد، معنا السيدة أبو عبد الله من لندن، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي محمد، بخصوص الطائفية بول بريمر الحاكم الأمريكي، عندما الأمريكان غزوا العراق موجود شريط فيديو صورة وصوت يتحدث عن الطائفية، يقول إن الشيعة 1000 سنة مظلومين، يعني على أساس أن الحكم في العراق حكم سني، فاللي أسس الطائفية هم الأمريكان، هم سمحوا لي يعني هم سمحوا للميليشيات العبث. ويأتي نور المالكي أيضا صورة وصوت يقول نحن أخذنا الحكم ونعطيها على أساس سني ونعطيها، لكن المتتبع الأحداث السياسية والواقع ونظرة عقلانية إلى واقع العراق، مالكي ماذا فعل يعني على أساس هو يعمل لخدمة طائفته؟ قتل أبناء الشيعة، أيضا قتل أبناء الشيعة، سرق أموالهم وتعاون مع الغزو، مع الغزو الأمريكي. فعندما يربط نفسه عقائديا بالإمام حسين يعني يقول نحن أخذنا، والآن لما قتل قاسم سليماني أصبح أيضا مرة أخرى يريد يطلق نفسه أنه مجاهد، وأنه مجاهد يعني يقاتل الأمريكان، الأمريكان. فقصدي يا أخي أن نور المالكي يعني عندما يربطون نفسهم عقائديا بالإمام حسين، الإمام حسين كان يلطم رأسه على طيب أبو عبد الله، حتى حضرتك لأنه توسعت جدا بالفكرة وليست في الموضوع أصلا، لكن أنا سؤال واحد لحضرتك وأختم معك. الترويج للأقاليم الطائفية الآن من قبل سياسيين، تحذر اللجنة المنظمة للتظاهرات من اجتماعات ولقاءات تحدث بين سياسيين وعلى رأسهم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في سبيل ترويج أو إعادة نشر هذا الموضوع مرة ثانية، اللي هو فكرة الأقاليم والانقسام وتقسيم العراق. ليش طلعت بهذا الوقت بالتحديد هاي الأفكار مرة ثانية، رجعت احتيت مرة ثانية؟ أخي محمد، أنا كنت أريد أن أعطيك إلى النقطة. نعم أنا كنت أريد أجيبك. الهدف من هذا هو كيف يسيطروا على العراق، سواء كان الأمريكان أو الميليشيات الإيرانية أو غيرهم من العملاء والخونة. عندما يقسموا الشعب العراقي، عندما يضربوا وحدة كلمة الشعب العراقي، فيكون سهل أن يرجع الفوضى، لأن هم خايفين على كراسيهم وهم سراق مسلمين، فيخافوا الشعب العراقي الآن يعني خلاص الشعب لن يرجع. الشعب العراقي كشف خططاتهم، كشف كذبهم، دجلهم، نفاقهم، فالشعب الآن لن يتراجع مساحة التحرير حتى يقضوا على هؤلاء الخبثاء المنافقين الذين يريدوا أن يخربوا وحدة الشعب العراقي، وحدة الصف العراقي. شكرا لك أبو عبد الله، كنت معنا من لندن. معنا السيدة أم مصطفى من الرمادي، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أخي، شخبارك؟ أهلا وسهلا أم مصطفى، تفضلي. والله أخي إحنا على هاي المظاهرات والله كنا يعني مشجعين بيها وندعي لهم والله ونشارك بيها. نعم. يعني وريد نتطرق للموضوع ومناشد مناشدة عبر قناتكم هاي الشريفة. فضل. يعني على العفو على المساجين، يعني والله أزواجنا مساجين، يعني أكثرية الرمادي هسه مسجونين ظلم، يعني عدة روح يأخذوهم يعتقلوهم، يظل يقتلون بيهم ويخليهم ألا يعترفون بالقوة، ورما يعترفون يقوم يطالبون بفلوس تايطلعوهم. وإحنا يعني حالتنا أكثرية أغلبية الرمادي ما عندهم يعني يدفعون فلوس. يعني أطالب، يعني أقول أنتوا طالبوا، أنتوا وإحنا وكل العالم الطالب بالعفو عن المساجين. بس هاي أنا أناشدكم بيها. نعم أم مصطفى، إن شاء الله. شكرا جزيلا لك من الرمادي، إن شاء الله هذا الصوت يكون وصل لمن يهمه الأمر، لمن لديه الضمير إن شاء الله. يعني أنا هم أريد أناشدكم، أنتوا الطالبون يعني الجهات المختصة كلها الطالب بالعفو العام. نعم شكرا أم مصطفى. العفو العام هو مطلوب وحق لكل سجين بريء أو معتقل أو مخفي في العراق، هو حق مشروع، لكن يأتي العفو من
من هؤلاء الذين يحكمون في العراق الآن، لو كان لديهم النية أو الرغبة بإخراج الأبرياء من المعتقلات والسجون لما ألقوا القبض عليهم في المرتبة الأولى. يعني المشكلة الناس تترجى أو تتمنى المستحيل من هؤلاء، لم يقدموا شيئا للعراقيين، نشروا الميليشيات التي خطفت والتي أخفت قسريا والتي اعتقلت هي والقوات الحكومية أبرياء بلا ذنب تحت أسباب وذرائع كثيرة، المخبر السري والطائفية وغيرها. فيعني فكرة العفو العام، العام الأشمل الآن الذي يحدث في العراق والذي هو طموح وهو هدف لكل العراقيين هو إسقاط هذا النظام ورحيله هو وأحزابه الفاسدة وكل هذه الميليشيات والفاسدين من الأجهزة الحكومية وغيرها. بعد ذلك يأتي النظام الذي يتطلع إليه العراقيون لكي يقوم فعلا بإعطاء هذا القرار أو هذا القانون بالعفو العام عن الأبرياء والمعتقلين. من معنا الآن؟ السيد أبو حيدر من لندن، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي إليك والجميع العاملين في القناة. أهلا وسهلا. تعازينا الجميع الشهداء. نعم. أستاذ، عندي اقتراح إن الطلبة والمعلمين نفسهم إن شاء الله يبنون بيوت، يعني بيوت متنقلة، ومنها يعني ينشئ منها مدارس داخل ساحة المظاهرات أو حواليه. طيب. يعني يكون العلم في ساحة المظاهرات والعمل كذلك هناك، كل شيء يكون في ساحة المظاهرة، كل أعمال الدولة يكون في ساحة المظاهرة. أعمال الدولة؟ كله يعني كوزارة، المدارس، كل. شنو الفكرة؟ شنو الفكرة يا أبو حيدر؟ الفكرة يعني يكون في مدارس لهم في الساحة. يعني إذا سويت مدرسة بالساحة واكتمل والناس يعني والطلبة دا يدرسون، أو مثلاً دا تقول حضرتك يكون أعمال الوزارات بالساحة، أنا ما فهمت هاي النقطة، يعني شلون يكون أعمال الوزارات يعني بالساحة؟ نخلق من هالوزراء هذول الجماعة فلان وجماعة علان وجماعة فلان، ما تخلص منهم. الهدف بالإضراب يا أبو حيدر هو شل حركة هاي الدولة، تعطيل كل مفاصلها حتى يكون اكو ضغط أكثر على هذا النظام لكي يسقط بشكل أسرع. هذا الهدف. فكرة ديمومة العمل أو الدراسة هي بشكل أو بآخر حتصب في مصلحة هذا النظام. أوكي. يعني لابد من حل. لابد من حل. الحل قاله المتظاهرون أبو حيدر. قال المتظاهرون الحل في الإضراب العام الشامل لكل مفاصل الدولة ولكل مفاصل النظام، التعليم وغيرها من القطاعات، لإسقاط هذا النظام بشكل أسرع. طالما هناك دائرة حكومية، شركة نفطية، مدرسة تعمل، هناك إنفاق وهناك أموال تدخل وهناك استفادة لهؤلاء السياسيين. لكن المقاطعة يعني شل هذه الدولة وحركة الأموال والاستفادة المادية العائدة على هؤلاء، وبالتالي يسقط هذا النظام، لأنه المصالح الدولية ستتدخل من أجل مصالحها ومن أجل أموالها. أبو حيدر، أنا أشكرك. قرار أممي. نعم. توقيف المعاملات المالية مع العراق. نعم 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 يا أبو حيدر، أنا أشكرك، كنت معنا من لندن. الخطوات المتبعة من قبل المتظاهرين، إن كنا نتحدث عن جنوب العراق على سبيل المثال، فقطع الطرق المؤدية إلى الشركات النفطية كانت ذات أثر كبير حقيقة وتأثير واضح، خاصة في الناصرية عندما شاهدنا قطع طريق إلى إحدى الشركات النفطية. طبعا الشركات النفطية هي جزء من كل، الكل هو النظام الكامل، الجهات الحكومية، المؤسسات، ما عدا طبعا المستشفيات لأنه هي التي تساعد يعني قدر الإمكان على معالجة والاهتمام بصحة المرضى، لكن بقية القطاعات هناك دعوة كاملة لإضراب عام وشامل في كافة القطاعات العراقية. طيب، معنا السيد أبو محمد من البصرة، هل لدينا وقت؟ السيد أبو محمد من البصرة في دقيقة واحدة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أه
السلام. مساء الخير على كادركم وكادر كادر قناة الرافدين. طبعا أنا أحب أتوجه كلمة أسد قطع الطرق. يعني قطع الطرق إحنا صار عندنا هنا بالبصرة بالنسبة لي أنا حاضر به. هو هذا الشيء الوحيد اللي أثر على الحكومة وحيلها بعرشها. بس ما جاي يعني مثل ما تقول ما جاي يخلون الشباب تتظاهر بالصورة الصحيحة. يعني يصير عندنا احتقالات من الميليشيات ومن الأحزاب الفاسدة. يعني يصير عندنا احتقالات هنا بالبصرة. المتظاهرين من الساعة 10 بالليل لحد الصباح يلا يقدر يطلع من الساحة مال التظاهر من يم المحافظة. يلا يقدر يعني جاي يطلع لأنه تشوفهم قدامنا احنا يفترون قدامنا بالدراجات ملاتهم وبس واحد يطلع يقتلونه. هاي كلها الأحزاب الفاسدة. أبو محمد أنا أشكرك الوقت انتهى. شكرا جزيلا لك وضحت لنا هذا الموضوع. طبعا الشهداء الذين أسقطوا من الناشطين الصحفيين وغيرهم وأحمد عبد الصمد وصفاء غالي مثالين قريبين للاغتيالات المستمرة للصحفيين والناشطين والمتظاهرين بشكل عام في العراق. هذا الأسلوب الإجرامي الدموي الذي لم تستطع حكومات ما بعد الاحتلال أن تسيطر عليه، بل بالعكس هي ساهمت في تنميته وتقويته على حساب أرواح الناس والمواطنين. هو الذي يسيطر وهو الذي يتحكم بدماء وأرواح البشر في العراق الآن. مشاهدينا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.